مبادرات فعالة تتطلب التصدي بقوة لقضية التحرش الجنسي أعلنتها هيئة كوبتيك أورفنز، هيئة دولية مكتبها الرئيسي في واشنطن تتعامل بالشراكة مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لتوعية أطفال كنيستنا القبطية الأرثوذكسية بكيفية الوقاية من التحرش الجنسي. أقيمت في الأول من شهر يوليو الجاري بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأباصير بعين شمس. طرح اللقاء الذي شارك فيه عدد كبير من الأطفال القضية بموضوعية تامة، تناولت كل المعلومات المفيدة لهم بأساليب علمية بسيطة تناسب تفكيرهم. ضبط الكرازة كانت هناك. قضية هامة شغلت الأوساط الإعلامية والرأي العام. اهتمت هيئة كوبتيك أورفنز بمناقشتها مع الأطفال لتوعيتهم بكيفية الوقاية من التحرش الجنسي. قدم اللقاء الذي أقيم بكنيسة القديسة العذراء مريم ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالأباصير بعين شمس أساليب علمية كثيرة شرحت للأطفال قضية التحرش الجنسي بوسائل إيضاح متعددة عن ظاهرة التحرش الجنسي وانتشاره. تحدثت منظمة اللقاء لنبض الكرازة: نوعي الأم إزاي تلاحظ ابنها وإزاي تراعي ابنها وإزاي يكون عندها وعي وتعرف إذا كان حصل للولد ده انتهاك أو هي توعيه في البداية إن ما يحصلش ليه الانتهاك. تكوني رقيبة لابنك، تشوفيه حالته اتغيرت، يعني تلاقي الولد ده مش هو ابني اللي أنا أعرفه، تلاقي الولد ده مثلا حصلت له حاجات غريبة ما كانتش بتحصل له. كمان أراعي الضيوف اللي جايني من بره، يعني ساعات الأم تسيب الولد أو البنت ضيوف جوه هي سايباهم وقعدت تحكي مثلا مع ست تانية وسايبة الولد مع ولد كبير أو الكلام ده هو بيسبب. ابتدينا نوعي الأم فالأم ابتدت تصحصح شوية. فدور الأم مهم جدا. كمان ابتدينا نقول لهم لأن بنخش البيوت دي ما ينفعش إن الولاد تنام جنب بعضها في مكان واحد، ما ينفعش إن هم يتعرضوا لمنظر مش حلو، كل دوت السلوك دي كانت مهم إن احنا نعرفها للأم. أربعة طرق قدمها برنامج لست وحدك، بها يتجنب الأطفال التحرش الجنسي ويستطيع الحفاظ على أنفسهم، وهي ارفض، اهرب، اخبر، استشر. عما استفاده الأطفال من برنامج اللقاء والمعلومات التي حصلوا عليها كانت كلماتهم لنبض الكرازة: أتعلم إن محدش يقدر يلمس جسمي لأن جسمي مهمة جدا بالنسبة لي، من أول الوجه ومنطقة الصدر ومن أول البطن لحد الركبتين. وتعلمت النهاردة إني أعرف وأرفض وأهرب وأخبر وأستشير. إن هم المفروض يحافظوا على جسمهم، وإن في مناطق خاصة جدا جدا ممنوع أي حد يشوفها والاقتراب منها أو اللمس. المفروض حتى لو حاسة كده يستشيروا أي حد كبير أو يروحوا الأب كاهن أو مامتهم يعني يقولوا له. توعية أبنائنا وحمايتهم رسالة نحملها على عاتقنا منذ ولادتهم، لذا دورنا نحوهم تقديم المعلومات الثقافية والخاصة بقضايا المجتمع من حولهم بأساليب بسيطة. نظراً لأهمية توعية الأطفال بالقضايا والموضوعات الهامة المحيطة بهم في المجتمع، جاء هذا اللقاء ليعطيهم النصائح والإرشادات الهامة. من داخل كنيسة القديسة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالأباصير عين شمس، جاكي سعد، نبض الكرازة.